نرجع مرة تانية للزميل العزيز محمد توفيق، وهنشوف بقى صاحب الهدف وسام أبو علي قال إيه النهاردة بعد المباراة. مستمرين معاك كابتن ايمن وتغطيتنا مباراه الاهلي وزد وفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، ومعنا نجم المباراه النهارده وسام ابو علي. يعني وسام في البدايه كل سنه وانت طيب، عيد مبارك عليك وعلى كل الشعب الفلسطيني، والنهارده اجمل هديه واجمل عيد لجمهور النادي الاهلي الفوز والهدف النهارده. كل سنه وانتم طيبين لكم ولاهليكم، وان شاء الله عيد سعيد وفرصه سعيده مع اهليكم اللي بتحبوهن قوي. ده هديه يعني كويسه صراحه لالي ولاهلي ولجمهور الاهلي ولكل المسلمين صراحه. بس اليوم جول مهم 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 قوي لإلي، طبعا راجع من تاني اصابه فتره قصيره، ف الماتش اللي دخلناه ضاعت فرصه شويه كبيره، فاليوم كان مهم، اهم شيء طبعا ثلاث نقط، بس الله سبحانه وتعالى كرمني بجول كويس، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله ومبسوطين. ثلاث نقط اهم حاجه، احنا كلمنا اهم 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 حاجه اليوم، مش ضروري نلعب كويس بس لازم ثلاث نقط والحمد لله. مستر كولر ونزولك في وقت صعب وعوده من الاصابه، قال لك ايه وابرز تعليمات الاهلي خاصه انك بعد الجون كمان بدات تنزل وسط الملعب وتدافع مع زملائك؟ لا انا من اول ما انزل بدافع مع رفياتي مع كل الفريق، ده مني، ده بدمي انه ادافع واضغط للفريق، ده طول حياتي بعمله، وبتشوفنيش بملعب كوره ما بضغطش، بس هو اللي انزل اضغط اجري ورا الدفاع، العب لعبك، خش على ال 18، جيب جوال. انا كنت راح اجيب جول باول لمسه بدماغي، بس سبحان الله صدى الحارس صدى جميله. ف بص ده كل حاجه مش مهم، الحمد لله جبنا ثلاث نقط وكل شيء ثاني ما بفكرش فيه. انا مبسوط كثير لإلي ولرفياتي ولنادي والجمهور كله، وده هديه عيد كويسه. العيد في مصر بقى شكله ايه؟ وخاصة انا عارف ان هنا في قرايب ليك، عمتك واولاد عمتك هنا موجودين معاك في مصر، العيد في مصر شكله ايه بقى وخاصة داخل النادي الاهلي؟ والله احنا عندنا ماتشات كل ثالث يوم دلوقتي، فما لحقتش اشوف عمتي اصلا. رحت على الجامع اول مرة ببلد مسلمة هيك في العيد، ويعني منظر ما شاء الله ما شاء الله، يعني الواحد بحياته ما بنساه. وغير هيك يعني هلا ان شاء الله بكرة اروح اشوف عمتي واولاد عمتي، وقاعد مع صاحبي هون، طلعنا اكلنا شوي مع بعض وجبنا هديات لبعض، ف بس ناقص اهلي هالايام هدول، ناقصين اهلي. ده هي اخيرا مباراه الديربي، يمكن الاصابه حرمتك من الاهلي والزمالك في بطوله الكاس، النهارده في الدوري ان شاء الله المباراه الجايه مع الزمالك، شايف المباراه ازاي وتعدلها ازاي؟ يعني خاصه انك عارف ده الديربي المحبب لجماهير الكره المصريه. هالمره ما راح اكلم قوي قبل الماتش الزمالك، اخر مره اتصوبت قبليه، فان شاء الله نكسب الماتش ده اهم حاجه، وكل شيء ثاني ما عنديش اكلمه. الديربي طبعا قوي، بس كل الماتشات جامده وصعبه دلوقتي، ف اهم شيء نكسب ثلاث نقط ضد الزمالك او ضد اي فريق، مش مشكله معايا ثلاث نقط كل مره، ده اهم حاجه. اخيرا بقى كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي اللي فرحتهم كلهم النهارده. كل سنه وانتم طيبين، انا مبسوط كتير اني جيت على النادي الاهلي، ومبسوط منكم الكم، وان شاء الله يكون عيد سعيد وفرصه سعيده مع اهليكم، وان شاء الله نشوفكم كلكم يوم الاثنين لثلاث نقط للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا وسام، دايما موافق باذنك. السلام عليكم. كابتن ايمن دخل لقاءنا مع وسام ابو علي نجم النادي الاهلي، فيش يعني ما فيش اكمل من الفرحه واحلى من الجون واحلى من فرح جمهور النادي الاهلي بعد احراز الهدف في اللحظات الاخيره. يا رب دايما النادي الاهلي في فوز وانتصارات، ويا رب دايما رقم واحد. كمان كابتن ايمن اتفضل.